أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مسهلا ويا مرحبا ويا حياكم الله إخواني مشاهدين ومشاهدات تلفزيون دولة الكويت في حلقة جديدة وبرنامجكم الأسبوعي قضايا الساعة. في كل أسبوع ناخذ معاكم جولة، نركز على قضية، نحاول نتناول بعض المواضيع ونفتح الملفات الساخنة وقليلة التطرق. واليوم موضوعنا مرتبط بنصف المجتمع، وخصوصا إذا كنا نتكلم عن المرأة، وبشكل أكبر يمكن في الفترة الأخيرة وايد من الناس يقولون أن المرأة أخذت كامل حقوقها، وخصوصا الفترة الأخيرة صار في الشرطة النسائية وأيضا دخول المرأة في القضاء. اليوم راح نتكلم عن الشرطة النسائية وهذا الملف الساخن اللي وايد من الناس يقول إنه إضافة للسلك العسكري، إضافة لجهاز الأمن بشكل عام، وأيضا هو إضافة إن المرأة أخذت حقوقها بشكل كامل. لكن أيضا في الجانب الآخر من الناس من يقول إن هذا الموضوع ما هو ذو أهمية، وإن الشرطة النسائية ما هي مرتبطة بشكل عام إن النساء يدخلون في السلك العسكري. فراح نتكلم اليوم في هذا الموضوع بشكل عام وراح نسهب فيه بإذن الله عز وجل. وخلونا نبدأ حلقة اليوم مع هذا التقرير. انطلقت الشرطة النسائية في الكويت من معهد الهيئة المساندة التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ويأتي عمل المرأة في وزارة الداخلية استكمالا للمسيرة التي دشنها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى نيل المرأة كامل حقوقها في المجتمع الكويتي، كما يعتبر عملها في سلك الشرطة تطورا مهما ونقلة نوعية ستنعكس بصورة إيجابية على أداء أجهزة الأمن بصورة عامة. فبعد حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية ودخولها البرلمان ووجودها في جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، أثبتت المرأة نجاحها وجدارتها وتحملها المسؤولية. ففي عام 2001 أقر مجلس الوزراء الكويتي قانون الشرطة النسائية، وتم قبول أول دفعة من الشرطة النسائية في عام 2008 وفق شروط عامة وخاصة. حياكم الله مشاهدينا، كان لنا زيارة للفريق المتقاعد الأستاذ مساعد الغوينم، تكلمنا فيه عن بداية وإنشاء الشرطة النسائية ودخول المرأة في السلك العسكري. خلونا نشوف هذا اللقاء ونرجع لكم مرة ثانية. حياكم الله اخواني المشاهدين والمشاهدات في حلقه اليوم عن الشرطه النسائيه، ومعانا سعاده الفريق المتقاعد الاستاذ مساعد الغوينم. حياك الله. حياكم الله، وسهلا فيكم، تفضل. انا ودي اتكلم معاك اليوم عن الشرطه النسائيه وبدايتها في الكويت، وخصوصا انت عارف يعني وايد من الناس ممكن كان يعارض الفكره، وبعض الناس لا كان يأيدها، بعض الناس عنده تخوف اي شيء جديد في تغيير، في يمكن مجازفه، في ناس عنده هذا التخوف. شلون بديتوا في تأسيس الشرطة النسائية في الكويت، وانت يمكن من ضمن الفريق اللي ساهم في تأسيس هذه الشرطة النسائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء حياكم الله في هالمكان، واتمنى ان شاء الله نوصل رسالة ولو مختصرة عن هذا الموضوع، لان الموضوع هذا طويل وشائك، بس ممكن نغطي جزء منه ان شاء الله. فكرة الشرطة النسائية او يسمونها الهيئة المساندة، طبعا بقرار طلع من معالي وزير الداخلية وعرض وعلى مجلس الوزراء، وطلع فيه مرسوم اميري، وبعدين كان تحت رعاية سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح، وبعدين وكانت على أيام الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حاليا. وكانت الفكرة حقيقة أن إحنا ننشئ الهيئة المساندة، وطلع قرار فيها باسم الهيئة المساندة على أساس أنها تكون تساند رجال الأمن الداخلية. بدأت الفكرة أن إحنا نطرحها بالطريقة هذه، وفي البداية حقيقة شك الفريق هذا سافر أكثر من دولة وشاف الشرطة النسائية في هذه الدول، على سبيل المثال يمكن مملكة البحرين راحوا الأردن راحوا مصر راحوا. فبعدها استقر القرار على أن إحنا نأخذ مجموعة من الشرطة النسائية من مملكة البحرين، يابوا مجموعة حقيقة من الأخوات مدربين وإداريين ومشرفين ومديرة المدرسة نفسها، وبلشوا حقيقة بفتح الباب وبدأت التسجيل بالنسبة حق الشرطة النسائية، وكانت مقسمة على أساس أن يكونوا ضباط وأفراد وضباط صف. والكلام اللي قلته مساحة طبعا في كثير من الواقع أنه موضوع جديد، وأول ما نزل بالساحة أكيد الناس راح تكش، فبدأت يعني نحاول نوصل رسالة بطريقة سهلة أن هذه يعني كلية نفس كلية الشرطة، راح تدش الشرطة النسائية وراح تتخرج ضباط منها إذا كانوا جامعيات أو إذا كانوا ثانوية.
والحمد لله بدأت الفترة الدفعة الأولى التحقت ودشت وتخرجت وبدأت تستمر العملية سنة ورا سنة. أنا وياك طبعا إحنا مجتمع متحفظ، مجتمع بعيد عن العملية إن الحريم نشوفهم بالشارع، وهذا كانت فكرة الناس إنه راح نشوف باكر الشرطة النسائية بالمرور بالنجدة بالمباحث، وهذا طبعا مو هذا الفكرة، كانت الأساس إن إحنا نغطي أمور أخرى ومواقع أخرى يعني أهم من الأمور هذه كلها تحتاج الشرطة النسائية. يعني لما كنا نشتغل في الأمن العام مثلا مرت علينا حوادث كلها لها علاقة بالنساء، عندنا 14 قضية بالمخفر مربوطة بالنساء، فيعني أي الأحسن أنا أجيب محققة أو أجيب ضابط يحقق مع حرمة ولا يجيب حرمة ضابط يحقق مع حرمة؟ طبعا أفضل لا يكون المرأة إيه؟ أدرى، ويمكن حتى لو كان في بعض الإحراجات أو في بعض الأمور يعني راح تتقبل أكثر من مرة غير لما تتقبل من ريال، أكيد أصعب وايد. أنا وايد وايد لأن إحنا حقيقة دشينا في قضايا، خلينا على سبيل المثال المخافر مثلا، عندنا قضايا هتك العرض، عندنا الاغتصاب، عندنا التحرش، عندنا الطلاق، عندنا حكم الرؤية، عندنا التغيب، عندنا مشاكل أسرية، عندنا مشاكل مدارس، عندنا مشاكل وتمر بالمخفر يعني تي، عندنا التحقيق، عندنا حتى الحوادث المرورية. يعني ليه الحين الحرمة إذا سوت حادث تقعد برا المخفر تقول حق المحقق خليه عشان خلي زوجي بالضبط. يعني فأنت لما تكون عنصر نسائي موجود داخل وتي الحرمة وتقعد معها أي قضية من القضايا اللي طرحناها تقدر تاخذ معها وتعطي معها وتسألها وتقعد معها بكل أريحية، يعني غير لما يكون ضابط مباحث أو ضابط المخفر هو اللي يقوم عمل التحقيق. الشغلة الثانية عندنا السجون، يعني مو معقولة سجن النساء يكونوا يقودون الرجال، هذا ما يصح، ما يصير ضابط يقود سجن النساء. يعني حتى لو كان في نساء هناك، لكن النساء اللي موجودين هذول مدنيين، لكن لما تيجي تحط الشرطة النسائية، الشرطة النسائية عندها الضبطية القضائية، عندها القسم، عندها عمل أمني تديره يعني، وعارفة شروطها وعارفة عملها شلون يعني تتعامل مع الحالات هذه. عندنا المطار، عندنا تفتيش النساء بالمطار، إذا كانت الشرطة النسائية موجودة هناك أو الهيئة المساندة موجودة هناك أكيد العمل الأمني راح يكون أشمل وأضبط في عملية الضبطية القضائية بالنسبة لهم. عندنا العلاقات العامة، وزارة الداخلية، إحنا محتاجين ثقافة لبنوصلها حق المدارس النساء، لبنوصلها حق المؤسسات اللي فيها النساء. الأفضل أن تروح شرطة نسائية من علاقات عامة تطرح الأفكار هذه، سواء الحين أنا قاعد أشوفهم قاعد ينتشرون عشان مادة العنف ومادة المخدرات ومادة التوعية، وأنتم شفتوا يمكن موضوع حتى مادة السلاح، جمع السلاح قاعد يطلعون بنات حق المدارس قاعد يثقفوا المدارس. فإحنا إذن محتاجين حق العنصر النسائي في هذا الموضوع. أنت يعني وصلت الرسالة بشكل عام للمشاهدين أن حاجة ماسة في المجتمع لوجود عنصر الشرطة النسائية. خلينا نتكلم عن البداية، حطيت إعلان ويو يعني متقدمات أنا أقول، وما صحيح. أدري إيش كثر كان الإقبال، هل كان في إقبال من الناس أو كان إقبال خفيف، وبديته في بداية استقبال الدفعة الأولى وأيضا تدريبهم وغيرها من هذه الأمور. أكيد يعني كان إحنا في مجتمع مثل ما تفضلت أنت كويتي محافظ أصيل، في العادات والتقاليد، بعض القيود الاجتماعية، أكيد كان في صعوبات. هل وجدت صعوبة في تسويق المشروع نفسه، مشروع وجود الشرطة النسائية داخل وزارة الداخلية؟ والله شوف، هو بالبداية أكيد كل ما تفضلت أكيد كان في صعوبات، لكن اللي خفف الصعوبات هذه إنه صار تخرج وشافوهم الناس بالتخرج، وحضر سيدي صاحب السمو شاف التخرج وشاف العنصر النسائي، وبدأت الناس تسأل شنو هذيلة، شنو دورهم، شنو عملهم، شنو، فبدأت البروباغندا تطلع لهم، الدعاية ان هذيل الشرطه النسائيه او الهيئه المسانده وراح تستلم الاماكن اللي احنا قلناها. فصار في نوع من الاريحيه لما تقول انا بحطها بمكتب مع الوزير او بحطها بعلاقات عامه او بوديها طب شرعي، شكل ما قلنا مساعه في بنات كويتيات دكاتره ودشوا وصاروا الحين رتب، يعني وصلوا رتب حلوه يعني. وفي بالمخافر بدوا يدشون وبدوا بالتحقيق وبدوا يدشون بالمطار، وبدات الناس تشوف الشرطه النسائيه او الهيئه المسانده تقدم. هاي شغله. الشغله الثانيه، احنا بالنسبه حق دول الخليج ترى احنا اخر دوله، يعني اخر دوله يعني دشينا حق الشرطه النسائيه. البحرين عندها شرطه نسائيه، الامارات عندها شرطه نسائيه، قطر عندها، عمان عندها شرطه نسائيه، فاحنا يعني حقيقه كنا وايد متاخرين. هذه كلها مجتمعات محافظه وممكن قريب من السايبر، بس انت قاعد تعطيها عملها، انت قاعد تعطيها عملها. بعدين الشرطه النسائيه يعني شو الفرق بينها وبين الموظفات النساء؟ موجودين خواتنا في كل وزارات الدوله ومؤسسات الدوله، حتى بالجيش عين في شرطه
في قصدي موظفات نساء يعني اخواتنا منتشره في كل مكان يعني وعملنا موجود يعني وفي تعاون وبالعكس احنا يعني احنا نشوف الـ يعني الشرطه النسائيه عندها انضباط اكثر عندها التزام بالعمل اكثر عندها اداء عمل اكثر خصوصا اذا كانت هي رغبانه انها تنخرط في هذا النوع من العمل يعني. هو شهاده يعني فعلا المراه الكويتيه اثبتت كفاءتها في شتى المجالات سواء داخل الشرطة النسائية أو مجالات أخرى لأن يعني معروف عنها الدقة نعم الدخول نعم في أدق التفاصيل نعم التنظيم الترتيب فهذه صفات ربما تحتاجها داخل الشرطة النسائية لكن وايد من الناس يتساءل هل في بعض القيود اللي ينخرطون في السلك النسائي الشرطة النسائية على سبيل المثال هل في بعض الأماكن المحظور زيارتها صالون استقبال عروس خاصة احنا قاعد أقول لك المجتمع الكويتي مجتمع صغير مجتمع متماسك فيه من الصفات اللي يعني التواصل بينه وبين الناس التواصل الاجتماعي والمناسبات هل في بعض الأماكن المحظور على الملتحق في الشرطة النسائية دخولها؟ شوف الهيئة المساندة لما يدشون كلية شرطة في عندهم ضوابط وراح يأخذون برنامج لمس يأخذون الطلب الضباط ترى ما عدا يمكن الشيء اللي يفرق إن الشرطة النسائية ما في عندهم مبيت الطلب الضباط عندهم مبيت في الشرطة النسائية يمكن بعد الدوام الرسمي يروحون يعني البيت عرف شلون الشغله الثانيه ان اثناء تواجده بالكليه وكليتهم موجوده في خطان تعرفونها يعني لما تم تجهيزها في كل متطلبات الدوره كل ما تحتاج اخواتنا في الدوره من ضمن الاشياء اللي يحتاجونها التعليمات صارمه لهم يعني ضبط الربط لازم يكونوا موجودين فيه عنده يعني هذا يعني من صفات رجل امن يكون عنده ضبط الربط عنده عسكرية، عنده التزام بالأوامر، عنده تنفيذ الأوامر ما راح يسوون أشياء مثلاً هي خارج نطاق طبيعة عملهم هذا شيء طبيعي يعني وإذا 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 صار محاسبين هم مراقبين ترى ومحاسبين وينحجزون ينخصم من المراتب وتوقف ترقيتها ويعني نفس ما يمشي على الطالب الضابط أو الضابط نفسه راح يمشي على الشرطة النسائية أو على المساندة. يعني حتى أن يكونوا ملتزمين أكثر في تعليمات العسكرية ووجودهم في أماكن حساسة بالضبط يعني. إنزين لو تكلمنا عن مخاوف المرأة في دخول السلك العسكري يعني أكيد في ناس دشت يمكن طلعت في ناس دشت ما تأقلمت مع الوضع العام شنو المخاوف اللي كانت موجودة في بداية تجربة الشرطة هو كل عمل ترى كل عمل كذي يعني احنا طلب الضباط لما انا كنت استلمت كلية شرطة كنت ستين ثلاثة شنو طلب الضباط يدشون العدد 300-250 كم يستقرون يصيرون على 120 على 130 حتى طلب الضباط في ناس تدش لكن لما تجي تواجه العمل الامني داخل ما تقدر اكمل يعني فتقدم استقالتها وتمشي يعني نفس العملية الشرطة النسائية في ناس مفكرة ان الشرطة النسائية مثلا مدرسة عادية أو ثانوية لا فيها التزام عسكري فيها طوابير فيها صحيان من الصبح وفي برنامج يومي يعني فيها صحيان في رياضة في تدريب في محاضرات في دراسة في نفس اللي يأخذ الطالب الضابط قاعد تأخذ الشرطة النسائية والهيئة المساندة يعني يتخرجون على نفس النظام يعني بس الفرق فيه ان الطلب الضباطي في مبيت الأفراد الشرطة ما في مبيت يعني. هل في كلمة أخيرة ودك توجهها لي اللي ودهم يلتحقون أو متقدمين في سلك العسكري النسائي أو نصيحة ودك توجهها لهم؟ والله أنا قاعد يعني أنا قاعد أقول هذه خدمة وطنية خدمة فيها عمل فيها ولا حق البلد مالتنا وخدمة يعني لو تقول فيها الهيئة المساندة أو الشرطة النسائية وظيفة من ضمن الوظائف العادية يعني ما فيها ذاك التخوف بعدين اللي خايفين إن البنات مثلا راح يروحون اماكن شكل ما قلنا دوريات ولا مارور لا احنا بعد ما وصلنا حق المرحله هذه احنا خلينا نغطي اول شيء احتياجات البلد الاساسيه بالنسبه حق هذا النوع من العمل يعني والعمل جيد يعني العمل ما فيه ذاك التخوف بالنسبه حق بس اهم شيء اللي تدش تكون رغبانه لان العمل الامني غير العمل الاداري يعني تعرفون ممكن يكون في حيز ممكن يكون في عمل اضافي ممكن يكون يمكن ساعه تكلمنا عن دور الشرطه النسائيه بالانتخابات دور الشرطة النسائية أيام رمضان بالمساجد دور الشرطة النسائية في المطار دور الشرطة بالمؤتمرات الحين ممكن نستعان فيهم الحين ما شاء الله قاعدين يعني نشوفهم حتى في برنامج جمع السلاح قاعدين ينتشرون في المدارس فأنت هذا عملهم يعني ما راح يكون أكثر من هذا يعني وهذا عمل طبيعي إداري يعني ما في هذاك التخوف يعني والتدريب لا يخافوا ما في تدريب هذاك التدريب اللي يخوف بالأكاديمية وبالهيئة تدريب عادي يعني الكل يقدر عليه يعني.
احنا كان لنا يمكن حلقه سابقه في برنامج قضايا الساعه عن العنف ويمكن الجرائم الالكترونيه تكلمت صحيح عنها صحيح. ودنا نزوركم ان شاء الله في احد الدورات الميدانيه. الله يشرفونا ان شاء الله. كل الشكر والتقدير للفريق المتقاعد الاستاذ مساعد الغوينم على يعني فعلا الفرشه الجميله اللي اعطانا اياها عن موضوع الشرطه النسائيه موضوع حلقتنا اليوم. خلكم معنا مشاهدينا. حياكم الله اخواني المشاهدين والمشاهدات. واثبتت المراه الكويتيه والعنصر النسائي كفاءته في شتى المجالات، واثبتت جدارتها في كل الميادين اللي عملت فيه، سواء دخولها للوزاره، ايضا في الادارات والمناصب الاشرافيه اللي تقلدت فيها المراه الكويتيه، اثبتت كفاءتها في العديد من المناصب. لذلك اذا تكلمنا اليوم عن الشرطه النسائيه بشكل خاص وبشكل اوسع في كل العمل النسائي، اتوقع المراه تتميز في امرين مهمين اي شخص تعامل معاهم راح يفهم اللي انا اقوله. الدقه هي دقيقه، بادق التفاصيل تدش في ادق التفاصيل وتناقش اهم التفاصيل المهمه، وايضا الالتزام، الالتزام في المواعيد، الالتزام في تقديم التقارير، الالتزام في العمل بشكل عام. خلونا نشوف هذه الفقره مع الملازم اول ساره يوسف مصطفى ونبدا عن الشرطه النسائيه في الكويت. الدفعة الأولى التحقت في سنة 2008، ولكن المرسوم الأميري صدر في 2001. كان صدور المرسوم الأميري في عهد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمة الله عليه، ولكن دخول الدفعة الأولى من الشرطة النسائية كان في عهد سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. مدة الدورة عبارة عن سنة دراسية كاملة. نتخرج من معهد الهيئة المساندة، طبعا الالتحاق يكون من المدة تكون من تاريخ الالتحاق لغاية التخريج. ما في تخصصات معينة، ولكن إذا كانوا يبون يلتحقون كضباط، ضباط اختصاص طبعا، لأن ما في اللي هو الضباط ما يشمل الشرطة النسائية اللي هو الأربع سنين نفس الشباب، لكن المجال مفتوح فقط لضباط الاختصاص اللي هم حملت شهادة البكالوريوس.